كرنفال سنوي ينظمه الصينيون، حيث يجتمع من خلاله عدد كبير من الناس في الساحات العامة ويقومون برش بعضهم بالماء. ويطلق على هذا الكرنفال مهرجان رش الماء، وتستمر الفعاليات لمدة 3 أيام متواصلة تندرج تحت العطلات الرسمية. ويعتبر الحدث من أكبر المهرجانات التي تحتفل بها مجموعة داي العرقية في مقاطعة هيونان الصينية، ويمثل طقوس تطهير الذنوب عن عام مضى لضمان حسن الحظ في العام المقبل. بالنسبة لشعب داي، الماء رمز القداسة والطيبة والنقاء، وخلال المهرجان ينغمس الرجال والنساء في موجات من رش الماء، ويجتمعون على طول الطرق وفي الحدائق العامة والساحات، ويحملون مسدسات الرش في أجواء من البهجة والسعادة. وفي معتقداتهم أن المياه تبعد الأمراض والشرور والكوارث، وكلما ازدادت كمية المياه زادت درجة حظك في العام المقبل. وتتميز هذه المناسبة بالعديد من وسائل الترفيه المتنوعة، منها الغناء والرقص وعروض الألعاب النارية وسباق قوارب وعرض فوانيس كومينغ المحمولة جواً. كان 中国